ليليا الأطرش النجمة السورية المتألقة، أهلا وسهلا فيك عبر موقع هيا. أهلا وسهلا فيك، وبعد زمان والحمد لله رجعنا التقينا. قليلة، شو هالتألق هاي السنة بالأعمال الشامية؟ عم نشوفك هلا بباب الحارة وعم نشوفك كمان بالجزء الثاني من الغربة، احكي لنا عن هاي التجربة. هلا يعني باب الحارة صار بيحكي عن حاله، يعني سبع أجزاء ما بقى بده حدا يحكي عنه لحاله بيحكي. طيب شو رأيك بالانتقادات اللي عم توصل كثير لباب الحارة خصوصا هذا الجزء؟ ليك الحقيقة هلا ما في، يعني ما في عمل رح يتفقوا عليه كل الناس، وإذا العمل كل العالم حبوه معناتها في أكيد في مشكلة، وإذا العمل كل العالم كرهوه أكيد في مشكلة. فبالعكس أنا لما بلاقي إنه في انتقادات وبنفس الوقت في ناس بتحبه، يعني هذا دليل إنه العمل متابع، وكلياتنا ممكن نعمل أشياء. مو دائما فينا نعمل اشياء على نفس المستوى، مو دائما بنعمل اشياء اقل مستوى، يعني حسب الناس كيف بتشوف. ناس شايفته لباب الحاره كثير محلق، وناس حاسينه كثير عادي وتكرار، يعني فانه هي اذواق بالنتيجه. طيب ممكن انه نشوف في اجزاء جديده؟ حقيقه ما بعرف، ما عندي اي معلومات، بس عم بقرا مثلي مثلكم انه اوقات بقرا بدهم يعملوا 8 و9 و10، لسه ما في شيء مبين بالافق تقريبا. كان لك تجربة كتير مميزة هي السنة، كانت ضيفة شرف بدنيا الجزء الثاني وكتير علمت رغم انه هي ضيفة، حكينا عن هي التجربة قديش كانت حلوة. بصراحة كانت بالنسبة لي تجربة كتير مميزة، شرف كتير كبير لي اشتغل مع نجمتين انا بحبهم من كل قلبي، اصدقائي اكيد النجمة مع حفظ الالقاب امل عرفي وشكرا مرتجى، انبسطت كتير فيها وفعلا الناس شافوها وانشافت، يعني وكأني انا عملت تقريبا مسلسل مع انه هنن حلقتين، بس سبحان الله العالم اشتاقوا ليضحكوا، اشتاقوا لينسوا همومهم. واكيد ما بالك يعني دنيا مؤسس اصلا من زمان يعني بذاكره المشاهدين، فكانت تجربه كثير مميزه الحقيقه. ستارز اون بورد، شو رايك بهي الفكره الحلوه اللي عم تجمع الفنانين بطريقه كثير حلوه، بطريقه عم تجمعهم مع معجبينهم بطريقه طبيعيه؟ فكره كثير حلوه، انا كنت موجوده تقريبا يعني من اساس ما بلشت هي الفكره، بس للاسف ما كانت الظروف عم تسمح لي اطلع فيها. هلا ان شاء الله هي السنه بقدر اطلع معهم وبنبسط انا وياهم. هي الفكره كثير حلوه انك انت تجمع فنانين من انحاء الوطن العربي والناس تنبسط فيهم وهن كمان بينبسطوا. طيب ليلي، كيف عم يكون التعامل مع الناس اللي على الباخره؟ هن الناس اللي بيحبوا اللي بيحبوا الفنان، لناس هن جايين مشان هذا الفنان، كيف عم يكون؟ عم يكون بتعامل مش معجب وممثل، ولا عم يكون بتعامل انه كلياتنا على باخره وحده؟ على انت عم تحكيني انا لسه ما طلعت هلا، بس انت برايك كيف عم؟ لا انا برايي يعني اذا انت مثلا رحتي شو رح يكون؟ بحكي عن حالي، يعني انا اصلا كثير حدا قريب من الناس والناس كثير بتحبني، ما بعمل حواجز بيني وبين الاشخاص، فبتصرف مثل ما انا ليليا، وبعتقد اغلب الفنانين هيك، يعني ما في بطل في هذا الغرور وهذا، يعني نحن كلنا اولاد بلد. ليليا عشقها الوحيد هو ابوها، دائما بنشوف على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي دائما هذا الغزل الحلو، يعني هذا يعني الحب الاول والاخير، الحب الصادق، الحب النظيف، الحب اللي ما في مصالح، سندي عزي، ما فيني ما بعرف شو بدي احكي اكثر من هيك. هو بيعرف قد ايه بحس له، قد ايه انا وجوده بحياتي كثير مهم، وبكل شيء انا قطعت فيه هو اللي ساندني وهو اللي كان حدي وهو اللي كان معي، فشكرا لوجوده بحياتي، وبتمنى يا رب الله ياخذ من عمري ويعطي. حلمك برجل مثل ابوك؟ اكيد، بس مستحيل لاقي، هي هي المشكله، كل بنت كل فتاه بابيها مغرمه، بس اكيد ما بلاقي مثل بابا اكيد. يعني انت مستقره بين بيروت وبين سوريا، بس لهلا ما ليش مش هناك ولا بعمل مشترك؟ ما بعرف هذا السؤال، يمكن ما فيك تسالني اياه لإلي تمام، يعني يمكن ما ثاقبت عادي. سمعنا انك اعتذرتي عن اكثر من عمل، صح ولا؟ مشترك؟ لا ما صارت بصراحه، ما صارت، يمكن مره واحده كان دور منه كثير يعني. طيب شو رايك بهي الظاهره اللي عم تصير اعمال مشتركه من كل الجنسيات؟ هلا هي ظاهره حلوه وبالعكس نحن من زمان يا تمام بنعمل هدول الاعمال، من زمان كنا نعمل تاريخي مشترك بين اردن وسوريا وبين كان مصر وسوريين ولبنان كمان وقطر وخليج حتى، يعني هي الظاهره موجوده من الاساس، بس الفكره انه الواحد يعرف يعني هي العيله اذا سوريه تضل سوريه، العيله اذا مصريه تضل مصريه، يعني بس انه ما يصير هذا. صح، بنشوف عائلات سوريه عم يكون فيها حدا لبناني او مصري، شو رايك بهي القصه؟ ما هي الفكره انه بس ما تضيع الهويه السوريه، يعني هي. شكرا كثير ليلي. ميرسي لك، شكرا.